أنزل فيها كتاب ذو قدر، وعلى لسان ملك ذي قدر، وعلى رسول ذي قدر، لأمة ذات قدر. يصل أمير المؤمنين إلى مسجد الحسن الثاني محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولى الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولى رشيد، لإحياء هذه الليلة المباركة التي أنعم بها المولى جلت قدرته على عباده المؤمنين، وجعلها ذات يمن وخير ومغفرة ورحمة ورضوان. فيها تتعطر الأجواء بالروح الإيمانية المفعمة بالخشوع والخضوع. إنها ليلة القدر، عظيمة القدر، ولها أعظم الشرف وأوفى الأجر. لحظات قوية من لحظات الإيمان الصادق والخشوع والخضوع والتقرب إلى الخالق، ووقفات مضيئة في هذه الليلة المباركة وهذا الشهر الكريم، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. في مناسبة دينية جليلة القدر تستظل الأمة المحمدية بنفحة من النفحات الربانية التي خص المولى عز وجل بها أتباع خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هي ليلة قدسية روحية تقشعر لها جلود الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع وتهفو إليها الأنفس الزكية شغفاً للسباحة في الملكوت الأعلى والترفع عن أضران المادة الزائلة. في هذا الحفل الديني الكبير ترفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، وينصره النصر المبين، نصراً يعز به الإسلام والمسلمين، وبأن يكلل بالنجاح أعماله ويحقق آماله ويبارك خطواته السديدة، وبأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبباقي الأسرة الملكية الشريفة، كما يتوجه المصلون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والرضوان على فقيدي العروبة والإسلام جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. ليلة القدر التي يترأس أمير المؤمنين الحفل الديني الكبير إحياء لها سيرا على نهج الأسلاف، ليلة عظيمة دعانا الرسول الكريم إلى التعرض لنفحاتها والإكثار من الذكر وأعمال البر طلبا للرحمة والمغفرة والثواب الجزيل. حفل ديني كبير في ليلة عظيمة اصطفاها الباري تعالى لينزل فيها إلى السماء الدنيا أقدس كتبه ومعجزة رسالته الخاتمة القرآن الكريم. ليلة شرفها الله تعالى بتنزيل الملائكة لمشاركة العباد في تهجدهم وقيامهم وللشهادة عليهم عندما يباهي بهم ملائكته المقربين. ليلة القدر ليلة مباركة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.